diplomasi.com. زلزلة أنتم كنوا كل العرب سيطرة شوشو على القمة ترى مفخرة يا حرب يا حرب الدول دول 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 ارحب نوخ ركابك يا القصيد ما دام بدأ وتعيد هذا الجزائر والجديد يا عيونهم حرب الدول لجل قبيلة كلها وسط الجزيرة كلها والكل حربه لها يا حرب عيادكم انتم حرب انتم كنوا قل العرب شوشو على القمة طرب يا حرب يا حرب الدول انتم هل الفعل العديم لخصامكم سمن وضيب كم غازيين عود هزيب يا حرب يا حرب الدول يوم الجزيرة والعة فيها المعارك دالعة كل القبائل دامعة من فعل مرحبت الدول لا من حضرنا للنزال بل الخصومة يا مجال ترجعنا الهك وذلال يا حرب يا حرب الدول السيوفنا وقت اللقاء تروى من الحور العدا اللين يرضخ لمرنا يا حرب يا حرب الدول اللي نوانا بردا يركض في ديته ويهذا ويبحث على قد هذا ما يطول نرهب اهجد اهجد ولا لك بالشرور من جالنا كبر غرور نطع عليه لا نشوف حنا محاربة الدول وكل شيء ماخذين من ماضي ايام السنين متسلطنة حرب الدول امجادنا مثل النجوم مستبدة بين الغيوم لحولنا بالمجدكم يا حرب يا حرب الدول الله خلقنا فارقين وبكل شيء سابقين محجزين اللاحقين يا حرب يا حرب الدول مبروك عيد الصايمين في كل ديرة مسلمين يجعلكم مستامنين في كل انحاء الدول في ظل حكام البلاد حنا لها درع وعتاد لعودت فيها عناد نسطع على روس الدول والله يعز بلادنا في ظل سقم خصامنا سلمان يا سلماننا يا طوع الروس الدول